السلام عليكم. يحتفل العالم اليوم بيوم حقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، ويرمز لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي تضمن تشريعات ومواد لها علاقة بحقوق الإنسان وحرياته. في بلادنا توسعت مساحة الانتهاكات منذ الانقلاب أكثر من أي وقت مضى. لا حريات عامة ولا حرية تعبير ولا صحف معارضة، لا مؤسسات ولا منظمات ولا مسيرات خارج اللون الواحد والصوت الواحد. المعتقلات أضعاف المنظمات، المختطفون أكثر من الناشطين. لو أن الباحث فتش في كل مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لن يجد مادة واحدة سارية المفعول منذ الاجتياح الحقوقي الذي تعرض له هذا البلد المثخن بالانتهاكات. واللافت في الأمر أن الضمير الأممي تجاه الانتهاكات في بلادنا أقل ما يمكن القول عنه، إنه معطوب في ظل محادثات سياسية تشرف عليها الأمم المتحدة، وفي ظل انقلاب كان بحضور المبعوث الأممي في صنعاء وشهدت فيه اليمن أصناف الانتهاكات الجسيمة أقساها التعذيب حتى الموت. وهنا نتساءل، كيف جرف الانقلاب التراكم الحقوق الذي أنجزه اليمنيون لسنوات؟ ولما تطبق المؤسسات الإنسانية شفتيها وتدير ظهرها لأصوات أمهات المختطفين؟ وماذا يعني لليمنيين اليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظل كل تلك الانتهاكات وصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة؟ مشاهدينا الكرام، حول الانتهاكات في بلادنا في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو عضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب الأستاذ شوقي القاضي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. فأهلا بكم ومساء الخير أستاذ شوقي. مساء النور والعافية. أهلا بك معنا في هذه الحلقة التي يعني خصصت لأجل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ولكن بداية دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. العاشر من ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحتفل به الشعوب من كل عام، ففي هذا اليوم من العام 1950 أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي من شأنه حماية الإنسان، فيما تشهد اليمن أكبر نكسة في تاريخها على مستوى الحقوق والحريات. فمنذ انقلاب الميليشيا على الدولة وملف حقوق الإنسان في اليمن يعد من أعقد الملفات الشائكة التي تمضي بالتجاور مع مسار الحرب. ترتكب الميليشيا مجازر بشعة وتمارس كل صنوف التنكيل والنهب والقتل الممنهج والتعذيب وتدمير المنازل وصولا لتدمير المدن، جرائم لم تتوقف ولم يتوقف معها نزيف الدم اليمني، ولم يتوقف عداد الضحايا من اليمنيين. وفيما يستدعي العالم مفردات الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة على أسس الحرية والعدل والسلام في العالم، يسعى اليمنيون لانتزاع بيان إدانة واستنكار من منظمة الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية بحق أبناء الشعب. وفي المقابل تستند المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة لممثلين ومندوبين لها في اليمن ينتمون للميليشيا ويقدمون الصورة مشوهة كما تقول الكثير من الشواهد. وليس ببعيد عن ذلك ما كشفته وسائل الإعلام عن وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة تخاطب فيها أحد القيادات الحوثية بصفته قائما بأعمال وزير خارجية الإنقلاب وتستقي معلوماتها منه في تقاريرها. يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، هكذا تنص العبارة العالمية التي انطلقت من قاعدة الناس سواسية كأسنان المشط. غير أن هذه المروية تفقد معناها والبلاد تشهد تجريفا حادا للحقوق والحريات وفصلا عنصريا في الخطاب والممارسة. يتذكر اليمنيون جيدا كيف اجتاحت الميليشيا مؤسسات الدولة لتمارس بعدها أسوأ عملية انتقامية بحقهم، جرائم تغيب معها كل تلك المفردات الحالمة بالعدالة أمام واقع اليمني المؤلم وهو يواجه مشهدا مأساويا متكررا. اتهامات للموقف الحقوقي للمنظمات الدولية تجاه القضايا الإنسانية باعتباره يخضع لأبعاد سياسية، وهو ما يكرس الاحتجاج المتعالي للدور الهشي والهامشي للأمم المتحدة لتعاطيها مع الملفات الإنسانية.
إذن في اليوم العالمي لحقوق الإنسان مشاهدينا الكرام نناقش هذه الحلقة. أستاذ شوقي، لو بدأنا بالحديث عن هذا اليوم، ما أهمية مثل هذا اليوم أو أن يكون لحقوق الإنسان يوم عالمي يحتفى به؟ طبعا شكرا جزيلا لقناتنا الكريمة ولك شخصيا أستاذة وللبرنامج معدين وغرفة عمليات. وبداية أهنئ العالم كله بهذا اليوم الإنساني، أهنئ المستضعفين، أهنئ المحرومين، أهنئ الإنسان بجنسه ذكرا وأنثى، أهنئ الإنسان بلونه بهذا اليوم العظيم، يوم عظيم تاريخي، الذي هو اليوم الذي اعتمد العالم حقوق الإنسان، وكان في 10 ديسمبر 1948. أهمية هذا اليوم تكمن فيما يلي: أولا أنها تمثل مبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي تمثل المرجعية الدولية المتفق عليها بغض النظر بعد ذلك عن من يلتزم ومن لا يلتزم. نعم. فهي تمثل المرجعية. الأمر الثاني تمثل آلية الحماية للناس، ولهذا أستغرب لبعض العدميين الذين ينتقدوا حقوق الإنسان كونها لا تطبق. ينبغي أن ينتقدوا من ينتهك حقوق الإنسان ولا يتمسخروا أو يستهزئوا بحقوق الإنسان. أحيانا نقرأ لصحفي، نقرأ لكاتب، نسمع لخطيب وهو يتهكم على حقوق الإنسان كمبادئ. حقوق الإنسان أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر من الغرب، أكبر من الشرق، أكبر من القارات. حقوق الإنسان مرتبطة بالإنسان أيا كان، وبالتالي ينبغي على الشعوب كلها بلا استثناء، وعلى المستضعفين والمحرومين، وعلى الفئات المنتقصة، وعلى المستضعفين، أن يتمسكوا بمبادئ حقوق الإنسان مهما انتهكت، لأنها الحل الممكن. إن كان من ينتقد لأنها تتجاوز، فالقرآن الكريم يتجاوز. هل يعني أننا نكفر بالقرآن الكريم؟ بالتأكيد. كثير من الناس ينتهك القرآن الكريم باسم القرآن الكريم. إذن عندما نرى أن الأنظمة سواء كانت في أوروبا أو في أمريكا أو في أي دولة من الدول تنتهك مبادئ حقوق الإنسان، لا ينبغي أن نتهكم على حقوق الإنسان. ينبغي هنا أن نصطف بصوت عالي ضد من ينتهك حقوق الإنسان، ولهذا هو يوم عالمي إنساني عظيم. طيب، يعني بهذا الشكل هناك إذن لنقل منجز نظري رائع وعظيم كما توصفه، ولكن وقعت عليه ربما أغلب الدول، ولكن للأسف ظل حبرا على ورق. في كل عام ربما نشهد انتهاكات أشد من سابقتها. لا أتفق مطلقا أستاذة. كيف؟ آسيا، أولا من قال أن الإنسان لم يتغير وضعه من بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء بعد حربين دمرت الإنسان تماما، وبالتالي أول ما قام، يعني أول إيجابية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إيجابية تعزيز وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان لدى الشعوب. يوم أن كان الإنسان يباع رقيقا، اليوم صارت الشعوب كلها تتنادى إذا ما بيع الإنسان. يوم أن كان الإنسان محروم تماما من حق الحياة، اليوم صار حق الحياة مقدس بغض النظر. الحروب لا يمكن تتوقف، سواء أتينا بمواثيق حقوق الإنسان أو أنزلت الأديان وأنزلت الكتب المقدسة لتوقف هذه الجرائم، لا تستطيع أن توقفها مطلقا، سيبقى الخير والشر. وبالتالي حقوق الإنسان يا أستاذتنا الكريمة حقوق أول فائدة منها أنها عززت مبادئ وأفكار وقيم حقوق الإنسان. الأمر الثاني مهم أيضا أنها رفعت من قيم حقوق الإنسان على مستوى المواطنين، حتى الدول التي نختلف الآن معها، حتى الولايات المتحدة الأمريكية ونظامها يرتكب جرائم الحروب في كثير من الدول، أو الغرب وهو يغض الطرف عن جرائم تقع هنا أو هناك، شعوبه تتمتع بكامل حقوقها في حقوق الإنسان. إذن ألا توجد انتقائية أستاذ شوقي؟ ألا توجد انتقائية في تطبيق هذه الحقوق التي وردت؟ نعلم تماما إذا ما أصيب أي شخص، إذا ما اختطف أي شخص، إذا ما عذب أي شخص في الدول الأجنبية بالذات، نجد أن حقوق الإنسان ومناداة الحقوق بالإنسان، ونجد المنظمات كلها تقوم ولا يعني تقعد لها قاعدة. ولكن إذا ما كان الأمر عربيا للأسف الشديد لا تطبق هذه الحقوق ولا نجد من ينادي بها. أين الخلل؟ الخلل ليست في مبادئ حقوق الإنسان، الخلل في الأنظمة التي تقتلنا ولا تحترم حقوق الإنسان. أنا أشير، ولكن لا يوجد أيضا من ينادي لأجل هذا الإنسان. إذا نحن نريد العالم أن يبكي بدلا عنا
أستاذة آسيا والسادة المشاهدين والسيدات، أنا أشيد بأي نظام في العالم كله إذا ما قلب الدنيا رأسا على عقب من أجل حق إنسان من مواطنيه شيء إيجابي. نعم. إذا عندما تتحرك ألمانيا كلها من أجل مواطن ألماني، من أجل، نحن نقول لأنظمتنا يا أنظمتنا المسلوبة والمستبدة، تأسي بهذه الأنظمة التي تتحرك من أجل مواطنيها. أحيانا يقع مظلمة لمواطن غربي في مطار من المطارات، يحضر السفير بنفسه إلى المطار. نحن ربما يقتل مثل ما تقتل أحيانا، يقتل بعض اليمنيين في بعض الدول، لا تتحرك لا سفارة ولا. إذن هذه المشكلة الأولى. نعم، المشكلة الأولى هي مشكلة أنظمتنا المستبدة التي رخص عندها الإنسان. المشكلة الثانية أن طبيعة التمييز والانتقائية هذه ستبقى إلى قيام الساعة، لن تنتهي. وبالتالي ربما حتى نحن على مستوى المسلمون فيما بينهم البين، أحيانا تقوم الدنيا ولا تقعد من أجل سين من الناس، وربما آخر في نفس المكان في نفس البيئة لا يتحرك له ساكن. إذن ليست هنا المشكلة. المشكلة يا عزيزتي تكمن فيما يلي. أولا تكمن في أن أنظمتنا صارت أنظمة ضعيفة، لا وزن لها ولا ثقل في المحافل الدولية، وبالتالي ما عادت تحترم ولا يحترم مواطنوها. السبب الثاني أن أنظمتنا هي ذاتها هي التي تقتل الإنسان، هي تقتل إنسانها وتظلم إنسانها. وهنا لا يمكن، يعني المعادلة صعبة جدا. نطالب العالم بالتدخل ثم نقول السيادة. إذن في إشكالية. النقطة الثالثة وهي المهمة التي تريدين أن تنبهينا لها وهي صحيحة 100%، وهي أن الأنظمة الغربية الآن، كثير من هذه الأنظمة هي عبارة عن مجموعات قطاع طرق، بمعنى تجار أسلحة أو يمين متطرف جدا، وبالتالي نشأت هؤلاء الأفراد نشأتهم ضد حقوق الإنسان ابتداء، فهم تمييزيون وهم عنصريون وهم استغلاليون وانتهازيون، وبالتالي مناخات الديمقراطية أتاحت لهم أن يصلوا إلى الحكم. أنظمة الغرب اليوم تتشوه بسبب هؤلاء الأنظمة، هؤلاء الذين وصلوا إليها وهم أصلا ضد حقوق الإنسان تماما. لكن لا يمكن مطلقا أن نقول حقوق الإنسان هي السبب أو الغرب كله هو السبب، لا مطلقا. إذا اسمح لنا أستاذ شوقي أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان من القاهرة. مساء الخير أستاذ نبيل. مساءكم سعيد، وإن شاء الله يعني يعود هذا العام هذا اليوم العالمي على الجميع بالخير، و يعني من يعني نتمنى أن يحقق الإنسان في كل العالم كرامته الإنسانية بإذن تعالى. أستاذ نبيل، يعني برأيك ما الذي يعنيه هذا اليوم لليمنيين بالذات في ظل كل هذه الانتهاكات الواسعة في ظل الانقلاب؟ والله أولا دعيني أرحب بأخي وصديقي العزيز شوقي القاضي، وهو أستاذ في المجال الحقوقي والإنساني، وأشكركم على تفاعلكم مع هذه المناسبة الدولية. وأقول أنه يعني من الشيء المحزن أن يأتي هذا اليوم في ظل هذه الأوضاع المأساوية التي تعيشها اليمن ويعيشها الإنسان اليمني الذي ما زال يناضل من أجل كرامته أولا، في الوقت الذي يتحدث فيه العالم أجمع عن حقوق تفصيلية وليس الإعلان العالمي فقط. الإعلان العالمي كما أشار الأستاذ شوقي كان في عام 1948، وكان هو بداية نضال الحركة الإنسانية العالمية، وكان هذا الإعلان الذي يعتبر بمثابة وثيقة دولية لا يختلف عليها اثنان، وهذا معنى كلمة إعلان، أنها وثيقة أخلاقية لا يختلف عليها أي أحد. تمام. فبالتالي بعد هذا الإعلان يعني كثير من الحقوقيين يعلموا ما نتج عن هذا الإعلان من مواثيق دولية أخرى من معاهدات واتفاقيات وغيرها تفصيلية، ونحن اليوم ما زلنا نقف بحسرة أمام بعد هذه السنتين الثقيلتين على الشعب اليمني، نقف اليوم لنجد أن هناك هدم كامل لكل ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا هي الصورة التي نعيشها اليوم، والتي نتمنى أن نستطيع أن يتحرر الإنسان اليمني ويعود لوضعه الطبيعي ليمارس حقوقه الإنسانية بشكل سليم. نعم أستاذ نبيل، ماذا عن الدور غير الفاعل للأمم المتحدة والمنظمات أيضا الدولية في مجال حقوق الإنسان في بلادنا؟ من الشيء المؤسف أيضا ما نلاحظه من
مواقف سلبية من لبعض منظمات المنظمات الدولية ومنها بعضها منظمات تابعة للأمم المتحدة من اعتمادها على تقارير تأتي عبر الشبكات تابعة للميليشيات الانقلابية وتقدم معلومات مغلوطة بل وتقدم أيضا الصورة بالمقلوب أي تجعل الضحية جلاد والجلاد ضحية وهو ما يعتمد عليها أحيانا بطريقة هزلية تجعلنا نقول يعني نستغرب أن يكون مثل هذه التقارير الناشئة عن هذه الجهات المشبوهة لها قيمة ووزن لدى هيئات دولية بهذا الحجم. نحن تابعنا في كثير من المواقف وقدمنا كثير من الاعتراضات التي كنا نفند فيها ما جاء في بعض التقارير. يعني مثلا حتى الآن مثلا نقف هناك مطالبة حكومية بانتقال المنظمات الدولية من صنعاء إلى عدن حيث العاصمة المؤقتة للجمهورية حاليا وللتواجد بجوار الحكومة الشرعية في عدن وبشكل طبيعي بحيث تستطيع أن تؤدي دورها من مكان آمن وبشكل سليم يؤدي الغرض الحقيقي وهو طبيعة الأمور أن تتواجد مثل هذه المنظمات بقرب الحكومة الشرعية في كل دول العالم. لكن ما زال هناك يعني تلكؤ في الرد تسويف أيضا مواقف سلبية حتى فيما يخص قضايا الإغاثة. يعني كان هناك يعني تحدثنا كثيرا أن الإغاثة التي تصل إلى اليمن هي للشعب اليمني وبالتالي هي كما هي مسؤولية الحكومة الشرعية فهي مسؤولية هذه الجهات الإغاثية الدولية وبالتالي يجب أن نحرص على إيصالها بشكل سليم إلى مستحقيها. ومع ذلك ما يتم حاليا هو الإصرار على إيصالها إلى أماكن غير آمنة مما يؤدي إلى وصولها إلى أيادي الميليشيات الإنقلابية التي تحولها لهم شخصيا أو تستخدمها في إطار المجهود الحربي لتقويض الدولة. هذه المواقف السلبية منها الكثير التي نواجهها ولذلك يعني قدمنا كثير من الاعتراضات على هذه الممارسات التي نتمنى أن نستطيع أن نتجاوزها في المرحلة القادمة. نعم أستاذ نبيل، يعني الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان كثيرة، فإلى أين وصلت بالنسبة للمحافل الدولية؟ تقدمنا في كل اجتماعات مجلس حقوق الإنسان مجلس الدولي لحقوق الإنسان، تقدمنا بكثير من الوثائق التي تفند الشهداء والجرحى والمعتقلين وكافة الانتهاكات حتى على مستوى الممتلكات العامة والخاصة. وكان آخرها كان تقرير يشمل ابتداء من بداية عام 2015 إلى نهاية سبتمبر الماضي 2016 أوضحنا فيه أن اليمن تكبد على أيدي هذه الميليشيات الانقلابية قرابة 10,000 قتيل من المدنيين بالإضافة إلى قرابة 25 جريح وهناك قرابة 13,000 ما بين معتقلين ومحتجزين قسريا. هناك أرقام بشعة قد قمنا بتقديمها مفصلة على مستوى المحافظات وعلى مستوى نوعية الانتهاكات نفسها، يعني كم عدد الانتهاكات على مستوى كل محافظة وبتقارير تفصيلية موضحة شاملة لكل ما يعرف بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وأنواع الانتهاكات. نعم، إذا أستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ شوقي. أستاذ شوقي، يعني نتحدث عن حقوق الإنسان في ظل ما تشهد بلادنا من انتهاكات شديدة، وكما تحدث معنا الأستاذ نبيل أن هناك تقارير مغلوطة تصل إلى الخارج للأسف، برأيك كيف يمكن يعني الحديث عن هذه الانتهاكات في ظل هذا اليوم؟ نعم، بداية بالنسبة للمشهد اليمني كتقسيم نظري، حقوق الإنسان تنقسم إلى قسمين، حقوق الإنسان في السلم وحقوق الإنسان في الحرب. حقوق الإنسان في السلم يحكمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات المنبثقة عنها، وحقوق الإنسان في الحرب لا يحكمها قانون حقوق الإنسان وإنما يحكمها القانون الدولي الإنساني. ولهذا كتوصيف فقط قانوني وحقوقي، اليمن نستطيع أن نقسمها قسمين، المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الإنقلاب صالح والحوثي التي تسيطر عليها سيطرة كاملة 100%، مرجعيتها في محاسبتها لانتهاكاتها هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والاتفاقيات المنبثقة عنه. والمناطق التي تشتعل فيها الحروب بين المقاومة أو الجيش الوطني وبين ميليشيا صالح والحوثي يحكمها القانون الدولي الإنساني. ولهذا ميليشيا الإنقلاب يعني انتهكت كل هذين القانونين. بالنسبة للقانون الدولي الإنساني واضح تماما، تعز نموذجا، صارت هناك قصف على مدنيين لا مبرر لهذا القصف مطلقا. قبل أيام قصف إلى منطقة برباشا سوق، لا بنقول فيه معسكر ولا فيه كذا ولا فيه شيء، هو معروف للجميع بأنه معروف للكل، هو تقاطع طرق ما بين إلى الحديدة وإلى التربة وإلى تعز، وليس فيه إلا باعة وأطفال ومشترين ونساء وإلى آخره، أودى بحياة. قبلها بيوم أو يومين قذيفة تصل وتقتل رجلا مسنا وزوجته وطفل آخر إلى غير ذلك. إذن القانون الدولي الإنساني بما يعني حماية المدنيين ويعني حماية البيوت المدنية ويعني حماية المناطق والمساكن المدنية، ويعني هذا انتهكته بطريقة هستيرية ومجنونة تماما. أما فيما يتعلق بالقانون حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها فكما ذكر أخوكي نعم، آلاف المختطفين، آلاف إلى غير ذلك، التعذيب، حد الإعاقات، حد الموت، الاعتقالات التعسفية، تفجير المنازل، تفجير يعني باختصار ما بقي شيء لم تنتهكه هذه العصابة. وبالتالي لكن ما ذكر الأخ وكيل الوزارة الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وهو صديق عزيز فعلا شيء مريب، أن بعض منظمات الدولية، وأنا هنا أريد أن أؤكد على مبدأ قلته منذ سنين، أن العالم لا يحترمك إن لم تحترم نفسك وإن لم تكن قويا. تأثيرنا كدول وكأنظمة وكشعوب وكمجتمعات في المحافل الدولية وفي مؤسساتها وفي منظمات الأمم المتحدة تأثير ضعيف، ولهذا من يسبق هناك يشكل الإطار ويشكل المخارج والنتائج. الدول دائمة العضوية للأسف، هذا الحق الذي أعطي للدول الخمس دائمة العضوية بعد الحرب العالمية الثانية أعطي لدول، اليوم نفس هذه الدول أنظمتها هي المتهمة بانتهاك القانون الدولي الإنساني، والمتهمة بانتهاك قانون حقوق الإنسان، والمتهمة أيضا بإدارة مصالح غير مشروعة. ولهذا صار القرار الدولي اليوم مختطف. ولهذا أنا يعني أستوعب لماذا كثير من زعماء العالم اليوم يرون أنه لابد من أجل عدالة أفضل ومن أجل حماية السلم والأمن الدوليين لابد من إعادة تشكيل مجلس الأمن الذي ما عادت روسيا مؤتمنة على العالم، ولا عادت النظام الأمريكي يعني مؤتمن على العالم، ولا حتى الاتحاد الأوروبي ومكوناته في مجلس الأمن يعني مؤتمدة. الأمر الآخر والمهم أن هذه المنظمات الدولية للأسف صار بعضها إما يشتغل بمنهجية الفساد، ولهذا من يدفع ربما يستطيع أن يصل، وبعضها نخرها الفساد. أناس لا عنصريون استطاعوا أن يتسللوا إليها فحرفوا مسارها. نعم، عند هذه النقطتين أستاذ شوقي دعني أستمع إليك في استفاضة، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ شوقي. قبل أن نعود لحديثنا ما قبل الفاصل عن المنظمات، ربما سقفتني يعني صرخة هذه الأم وهي تناشد وتنادي وتكرر نحن اليمنيون، لماذا تصنعون ذلك؟ ما الذي تعنيه في مثل هذا اليوم؟ الذي تعنيه أنه للأسف هناك قوى دولية سيست حقوق الإنسان، يعني تسيست لديها حقوق الإنسان بسبب أنظمة فاسدة، بعضها أنظمة وصل إليها تجار السلاح. وبالتالي كيف نريد من تجار السلاح أن يوقفوا الحروب وأن يشيعوا السلام؟ وهي تجارته، وبعضها تسلل إليها فاسدون. وهناك، وهي نقطة مهمة أستغلها فرصة الآن، هناك من لم يصل إليهم صوتنا، لأنه للأسف الشرعية أيضا، وأنا هنا أشيد بجهود الأخ نبيل عبد الحفيظ وفريقه، لكن أتهم الشرعية نفسها في أنها لم تتنبه مبكرا إلى أهمية التواصل والتنوع. صرخنا، كتبنا، نشرنا أنه لابد الإنقلابيون يقيمون معارض صور ويقيمون ندوات وفعاليات مغلوطة، بغض النظر بالأخير الذين يمثلون تلك المنظمات هم بشر، يمكن أن يلعب عليهم، يمكن أن يدلس. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال أما إني بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن حكمت له بحق أخيه فإنما أحكم له بقطعة من النار. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام
يعني يوضح أنه يمكن أن يدلس عليه ما لم يعصم بوحي من الله. إذا لماذا نتعامل مع المنظمات الدولية على أنهم يعني يعلمون الغيب؟ أين جهودنا؟ أين معارضنا؟ سأعطيك معلومة ربما تدهشك وتدهش الكثير من المستمعين والمستمعات والمشاهدين. تخيلي أن في هذه الدول مثل تركيا المصطفى مع الشرعية هناك مكونات وهناك وجاهات وهناك وسائل إعلام لا تعرف حقيقة ما يجري في اليمن، لا تعرف أن هناك انقلاب، لا تعرف أن هناك ميليشيا غدرت بالاتفاقيات، نكثت العهود، فجرت لا تعرف شيئا، تعرف فقط لا غير أن هناك طيران سعودي يقصف في اليمن. ولسه أمس فقط، أمس القريب، كنت مع أحد الأتراك وهو يقص لي هذا الكلام وأنا مستغرب. بل هناك مكونات أقرب إلى الساسة اليمنيين، أقرب إلى المشترك، إلى اللقاء المشترك، لا يعرفون شيئا. إذن هناك قصور في أدائنا، هناك قصور في أداء الشرعية، لكن على مستوى الدولة التي هي تعد مع الشرعية وتقف معها، فما بالك بدول هي أصلا. لو قلت لك وأنا هنا أعلنها وأنا متأكد منها، هناك نسبة كبيرة من السعوديين أنفسهم ليست لديهم الصورة الحقيقية لما يجري في اليمن، بل يتهمون نظامهم في أنه معتدي. إذن القصة وما فيها أن هناك قصور من الشرعية للأسف، يعني للأسف، إعلامياً وحقوقياً، من مجاميعه، حقوقياً، إعلامياً، في الحشد، دبلوماسياً، دبلوماسياً في التحشيد والمناصرة، في إلى غير ذلك. يعني طلب منهم أن يشكلوا غرفة عمليات مهنية للأسف. منذ متى ونحن نكرر في هذا البرنامج فقط يعني نتحدث عن هذا؟ إذن أستاذ شوقي اسمح لنا أيضا أن تنضم معنا عبر الهاتف الأخت أمل عبد الرحمن، عضو رابطة أمهات المختطفين. هذه الرابطة ربما التي يعني شكلت جهد فارق في مسألة المختطفين. مساء الخير أستاذة أمل. مساء الخير. نود أن تحدثينا عن المختطفين في مثل هذا اليوم أخت أمل، اليوم العالمي لحقوق الإنسان. في الحقيقة يعني تجسد ما يحدث للمختطفين في خلال العامين الماضيين، وما يمكن أن نختصره في هذا اليوم في بعض الدقائق أو الساعات أو اللحظات البسيطة خلال هذا النهار وهذه الليلة. هو في إعلان لطيف أطلقته الأمهات حين طالبت بوضوح في هذا الإعلان بمنع غياب الإنسانية، منع غياب الأمم المتحدة، ممنوع غياب منظمات حقوق الإنسان، وبلطف وبرقة قالتها الأمهات بصراحة ممنوع غياب الإنسان. في هذا اليوم نحن نشعر مع وجود بعض الزيارات التي تخللت خلال هذه الأيام لمختطفين أن الإنسان غائب، غائب عن الشخص اليمني وغائب عن عموم الأشخاص في هذا العالم. معنى الإنسان الذي يحب لأخيه الإنسان ويتمنى له وضعا أفضل ويحميه ويسنده، هذا المعنى نفتقده بكل صراحة يا سيدتي ويا أختي الحبيبة الغالية. إذا تحدثنا عن اليوم العالمي، عن قانون حقوق الإنسان، إذا تحدثنا عن بعض مواد التمتع بكافة الحقوق والحريات، التساوي في الكرامة، الحق في الحياة، الحق في الحرية، في سلامة الشخص، سلامته من أن لا يتعرض للتعذيب، أن لا يتعرض للعقوبات، أن لا يتعرض لما يخص من كرامته، كل هذه المواد سقطت من أول لحظة يتم فيها اختطاف يمني على يد يمني آخر مسلح. حين يتم اختطافه، يتم اختطافه بمهانة من أمام أسرته وعائلته. بالعكس بعض المرات يعبثون بالبيت ثم يؤخذ إلى مكان سجن يخفى عن أهله، يعذب، ربما يصل ذلك إلى القتل. 61 حالة قتلت، 12 حالة تقريبا تحت التعذيب، وأخريات رمياً بالرصاص أو غير ذلك، دروع بشرية وغيرها، علما بأن هذه الحالات من الموت تحت التعذيب ما زالت تهديدات تتكرر على المختطفين كل يوم كل يوم. حتى استخدامهم دروع بشرية أيضا تتكرر على أهاليهم في ابتزاز أي مقيت يتعرض له الأهالي فيما ينتظر أبنائهم من مصير مجهول. هذه الحقوق كلها أصبحت
شبه غائبة على أبنائنا، على أقاربنا المختطفين من نستطيع زيارتهم، فكيف بالمخفيين الذين لا نعلم عنهم شيء؟ بعضهم يصل إلى العامين، بعضهم لم يرى أطفاله، بعضهم لا يعرف وضعهم الدراسي، ربما يكون مع التعذيب قد نسي أسماءهم، لأنه في الحقيقة هناك مختطفون تعرضوا للتعذيب حدا أذهل عقولهم، حدا صدم أهاليهم بذهاب نوع كبير جدا أو نسبة كبيرة جدا من تركيزهم العقلي، إضافة إلى ما يتعرضون من ذهاب لصحتهم. المختطفون في وضع صحي، لأنه في الحقيقة يمارس في السجن يعني نوع من التعمد لإهمال الرعاية الصحية. هناك بعض المختطفين بدأ يشعر بتنمل يدي، يعني إشارة لوجود جلطة. بعض المختطفين أصلا أخذ من غرفة عناية مركزة، هو مصاب بمرض في قلبه أو غير ذلك. بعض المختطفين أصبح مهددا في عموده الفقري بأن يفقد الحركة. نعم أخت أم أمل، يعني في ظل كل هذا الأسى الذي تحدثتي عنه، ومع ذلك قلتي بأنها رسالة كانت لطيفة من الأمهات، ممنوع غياب الأمم المتحدة، ممنوع غياب، ممنوع غياب، وحتى وصلتم إلى ممنوع غياب الإنسان، بهذا النفس وبهذا الصمود الذي يعني تحاولنه دائما، هل تجدين صدى لهذا الصوت المتكرر؟ في الحقيقة في الآونة الأخيرة، يعني في البداية كان المناصرين لفكرة الإيمان بالوطن، الإيمان بالدولة، الإيمان بالشرعية، يساندون إلى حد كبير رغم أنهم غائبين عن المساندة الفعلية الحقيقية. مثلا رابطة أمهات المختطفين دعمت عريضة وضعتها حملة مناهضة التعذيب، لم نحصل على التوقيع فيها إلا ل 511 فقط، 511. إحدى السيدات اللطيفات تمزح معي تقول لي: هل تصدقين أن حماية الكلاب في الصين حصلت على توقيع 3 مليون، ونحن لم نحصل على حياة أبنائنا وأقاربنا المهددة كل يوم وتقتل أرواحنا وتشتت أسرنا وتجعلنا من غير عائل كما فقراء اليمن الذين كفروا؟ لكن هذه الفئة فئة صامتة عزيزة، ربما لأنها تصنع الوطن خفية، تصنع الوطن بصمت، بهدوء، بنوع من الاعتزاز لا يسمع عنينها بشكل واضح. تخيلي هذه العريضة لم تحصل إلا على 511 توقيع وهي موجودة في صفحة الرابطة، هذا شيء يعني غريب. لكن توسع أيضا، وهذا شيء أذهلنا فعلا، في الوقفتين الأخيرتين للرابطة في أمانة العاصمة، تفاجأنا في الوقفة الأخيرة أن مسلحين قالوا لنا: لا تخافوا، إحنا واقفين معاكم إن شاء الله، مساندين لكم ولحقوقكم. في الوقفة التي تسبقها أمام مبنى المحافظة تعرض مسلحون، قاموا بالاعتداء على الوقفة، لكن موظفي المحافظة وقفوا في الوسط، منعوهم أن يعتدوا على الأمهات وقالوا لهم: ممنوع أن تمسوهم، هؤلاء في العين وعلى الرأس. كانت بالنسبة لنا لو رأيتنا لضحكتي، حالة من الذهول حصلت. أرجو أن يكون ذلك حركة حقيقية مجتمعية فاعلة تؤثر حتى على الجو النخبوي، على الوجاهات، على الشخصيات المؤثرة على جماعة الحوثي المسلحة، تدفع نحو الإفراج. نحن لا نريد حبا فقط ولا عاطفة فقط ولا أن تمدوا أيديكم بما تملكون من معاني المادة أو غير ذلك، مدوا أيديكم بالإفراج، اليد التي تسحب أبناءنا من هذه السجون المظلمة وتوقف هذا الألم الكبير. نحن يا أختي الحبيبة أصدرنا بيان في هذا اليوم، في هذا اليوم نهاية البيان وجهنا فيه نداء لأبنائنا، قلنا: أيها الأبناء، أبناؤنا صحيح أنهم لا يسمعوننا، في السجون الإسرائيلية، في الكيان الصهيوني الفلسطيني يستطيع مشاهدة بعض القنوات أو سماع بعض الإذاعات. هؤلاء المختطفون مغيبون، هل تصدقين أن أحدهم 6 أشهر لا يرى الشمس، لا يعرف لونها، ربما نسي حرارتها؟ هؤلاء وجهنا لهم نداء، ربما لم يسمعوها اليوم، لكنهم يوما من الأيام سيستمعون إلى تسجيل هذه الحلقة بالتأكيد. نداؤنا إليهم كان: أبناؤنا، أنتم صورة الإنسان في أعماقنا، أنتم كل الإنسان، ما
معنى الإنسان هو أنتم في أرواحنا، أنتم قلبنا الذي يضج بالحياة، حقكم في الحرية والحياة الكريمة هو نضالنا السلمي والحقوقي ومعنى كل المؤمنين بالإنسان. شكرا جزيلا لك أمل عبد الرحمن، عضو رابطة أمهات المختطفين. لا أستطيع أن أعلق بتاتا بعد حديثك وبعد ندائك الموجه لأبنائكم المختطفين، أبناؤنا بطبيعة الحال. ماذا تعلق أستاذ شوقي؟ أنا يعني أضيف وقعا إلى وقعه. على كل حال، وقع المختطفين في اليمن وقع كبير، سواء كانوا المختطفين في إطار مناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أو الذين اختطفوا كأسرى حرب إلى غير ذلك. هؤلاء محميون باتفاقيات حقوق الإنسان ومحميون بالقانون الدولي الإنساني، لكن للأسف الوضع وضع حرب. ولهذا ما لم تتحرك الشرعية باتجاهات متعددة، سواء على مستوى الواقع وعلى مستوى تحرير تعز وتحرير المحافظات، أو على مستوى المجتمع الدولي لتحريك هذا الملف المؤلم. هل يعني هناك من يرى أنه كان يفترض على الشرعية أن توقف أي نقاش ولو حتى على مستوى نقاش في مسألة الحلول السياسية ما لم يتم البت في ملف المختطفين؟ هل تجد ذلك مجدي؟ مجديا عندما تتحدث من منطق أقوى، عندما يكون سلطتك على الأرض أو مسيرة أو إنجازاتك على الأرض أقوى، هنا يكون أنت الذي تشترط. لكن في ظل، لكنهم يتحدثون عن 80% من الأرض من تحت سيطرة الشرعية. لا، ليس صحيحا هذا الكلام، ليس صحيحا. 80% إذا قصدوا بها تراب الحضرموت. نعم صحيح، نحن لا نقيس اليمن بموضوع التراب فقط، نحن نقيس اليمن بموضوع محافظات وسكان، ولا زالت سلطة الشرعية محدودة، ولا زال أيضا سلطة الانقلاب محدودة. نعم نتفائل كثيرا بأنه سينتهي هذا الانقلاب إن شاء الله، لكن علينا أن نقيم المرحلة تقييما صحيحا لكي نصل إلى حلول، ونقيم أيضا الخطوات العملية. يعني اليوم بشرنا بأن تعز ستتحرر، وبأن الرئيس هادي قد وصل إلى عدن ليدير غرفة تحريرها، ثم نتابع الأحداث كل يوم وجع. إذن هناك إشكالية في موضوع التحالف وإشكالية في الشرعية على مستوى كبير. دعيني فقط أعلق في موضوع المختطفين والمختطفات. في موضوع المختطفين عفوا، وهذه الرابطة التي بدأنا فعلا منذ أن أنشئت، بدأنا نتابع شيء من إحياء المعاني والحديث عن هؤلاء المنسيين، عن هؤلاء المخفيين. أنا أتمنى أيضا أن تقدم لهم الشرعية عونا لكي تتحرك هذه الرابطة إلى المنظمات الدولية في مراكزها الرئيسية على مستوى دول العالم، لكي تشرح هذه القضية الإنسانية التي لا أظن إلا أن يتضامن معها العالم، لأنها قضية إنسانية. نعم. طب أستاذ، يعني مسألة يعني تحدثت الأخت أمل يعني وهي ربما قريبة من الحدث، موت العديد من المختطفين، تعذيب حد الإعاقة لتقريبا 16 حالة، إخفاء تام عن الشمس، يعني هناك أساليب لا إنسانية تماما يعني. ونحن في مثل هذا اليوم نستغرب يعني أن يظل مثل هؤلاء يعني هم المتحكمون بمصائر الناس الذين اختطفوهم بهذا الشكل. ألا إنسانية لدمعة أم، ألا إنسانية لوقفة أم، أن تجد ابنها، أن تستمع إليه، أن تتأكد هل هو بخير أم لا. في ظل البرد تتحدث الأمهات نحن لا نستطيع إرسال بطانية، ونحن نعلم كيف الأجواء، والله وحده يعني يعلم ما الذي يعانوه داخل هذه المعتقلات التي أغلبها ليست بمعتقلات يعني طبيعية. هي المشكلة أن هذه العصابة أرادت أن تحل محل الدولة، فلا هي تصرفت تصرف دولة ولا تصرفت تصرف محارب. لو أنها تصرفت تصرف دولة لكانت هذه من أبسط الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها المعتقلون، لكنها للأسف تمارس يعني أعمال عصابات. ولهذا بدلا من أن تعتقل بطريقة معروفة آلياتها ومعروفة نتائجها وحقوقها أيضا، تتحول إلى مختطفة ومغيبة، بل ومستخدمة بعضهم في دروع بشرية، كما حصل لكثير من الصحفيين وكثير من المعتقلين على مستوى اليمن. القصة وما فيها أن هؤلاء الناس، أنا أناشد هنا العقلاء
لا زال هناك عقلاء، أن كل هذه جرائم مدونة ومثبتة ولا تسقط بالتقادم مطلقا، سواء كانت جرائم انتهاك لقانون حقوق الإنسان أو كانت جرائم انتهاك للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الأربع، وبالتالي هذه الجرائم لا تسقط مطلقا بالتقادم. كل من رضي بها، كل من كان قادرا على أن يوقفها ثم لم يفعل، كل من ارتكبها، كل من أمر بارتكابها، هؤلاء كلهم مدانون، ويوما ما سيفتح هذا الملف عاجلا أم آجلا، وسيحاسب كل هؤلاء الأصناف الذين رضوا بهذه الجرائم البشعة، يعني تعذيب لإنسان معتقل حد الموت. أحدهم اعتقل من مطار صنعاء بلا تهمة، كان يقول طب حققوا معي، ثم بعد 100 يوم قالوا له عفوا ما فيش، ليست هناك تهمة. بعد 100 يوم، فلما خرج قال كلاما طبعا مخيفا على أحوال أناس لا يعلم بهم أحد، بعضهم يتصور أهاليهم أنهم قد قتلوا، ولهذا للأسف مأساة، يعني مأساة، يعني هذه كلها جرائم مجرد يعني ترصد. حتى أن الأهل لا تصلهم أو لا يصلهم أخبار يعني من تم اختطافه، هذه بحد ذاته يعني جريمة أخرى. شكرا جزيلا لك أستاذ شوقي القاضي، عضو أو رئيس لجنة الحقوق، عضو لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب. شكرا لمتابعينا ولكل من كان معنا عبر الهاتف، الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، والأخت أمل عبد الرحمن عضو رابطة أمهات المختطفين. أشكركم أيضا لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.